كان في تقارير صحفيه ربطت ان جيسوس خلاص المدير الفني هيرحل عن الفريق، وكان في كلام هنا في مصر مؤكد ان مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي حصلت مفاوضات ما بينه وبين الهلال السعودي. حقيقه هذا الامر ايه؟ الاشاعات كثيره طبعا، لانه يعني الهلال متصدر الدوري وحتى يعني في اسيا تعادل المباراه الاولى. نعم في هناك بعض النتائج غير جيده، لكن جمهور الهلال وبيئه الهلال كانوا متقلبه، الاداء والجمهور متقلبه في القدم، النتائج لوحدها لا تكفي، في اداء متوسط، في اداء غير مقنع، فوز بشق الانفس، هذا لا يقبل في جمهور الهلال. شفنا مباراه الاسبوع الماضي امام الشباب، الفريق واجه صعوبات مع انه في فارق في يعني ترتيب الفريقين والظروف المحيطه بالفريقين. الهلال تاريخيا الفتره الماضيه يعني سنوات ثلاثه تجي دروب في الوقت هذا، في الوقت بدايه الموسم بدايه اسيا يجي نوعا ما دروب. هل الحل هو تغيير المدرب؟ انا شخصيا اتكلم عن رايي الشخصي، ما اتكلم عن حقائق، اتكلم انه انا ضد تدوير المدربين بشكل كامل، خاصه اذا ما كانت المشكله واضحه عند المدرب واخطاء لم تكن واضحه للجميع. خطط موجوده، الافكار موجوده، الفريق في الحالات الدفاعيه والهجوميه والتحولات قاعده بشكل جيد. اذا هناك شيء اخر ربما ذهني ربما نفسي على اداره الهلال تدارك ذلك. نقول ما في دخان دون نار، ربما كان في مفاوضات، كان في استقصاء، ما نقول مفاوضات، استقصاء هنا ولا هنا لاسماء مرشحه لخلافه يوسوس، هذا معتادين عليه في السعوديه. لكن بكل تاكيد حتى الان يوسوس مدرب نادي الهلال، وباعتقادي انه الهلال سيرجع، مو يرجع الهلال متصدر له، فما هو منطقي انه يتم اقاله مدرب متصدر الدوري. طب هل حدثت مفاوضات مع مارسيل كولر مدير فني النادي الاهلي؟ من ناحيه اللي انت مصادرك في نادي الهلال، يعني هل حدثت مفاوضات ولا ده كانت شائعات؟ كلمة مفاوضات كلمة كبيرة، مفاوضات معناه استعداد لتعطيء عقود. فمفاوضات أنفي بشدة أن يكون كان في مفاوضات طول طالما أنه جيسوس موجود، سواء إلى كولر ولا مدرب ثاني، قد يكون هناك استقصاء عن طريق وسطاء لمعرفة إمكانية التوقيع مع مدرب ما. يعني أنت قصدك الاستفسار ده من نادي الهلال لكولر ولا العكس؟ انت دلوقتي بتقول المفاوضات، مفيش مفاوضات، هي استفسار. استفسار عن إمكانية ممكن، أنا أقول ممكن ما أكد ولا أنفي، بس في إمكانية، استفسار عن الأرقام المطلوبة، عن إمكانية يعني تتولى للتحدي، هو مرتبط بعقد حالياً، هل ممكن فسخ العقد؟ أشياء مثل هذه، وهذه العادة ما تكون عن طريق نادي الهلال بشكل مباشر أو الأندية بشكل مباشر، تكون عن طريق وسطاء. لمعرفة الحلول البديلة، يعني دائما النادي عنده حل A، ومثلا خلينا نقول في حال نتكلم عنه الآن جيسوس، في حال جيسوس يعني توالت نتائج سلبية ولم يكن مقنع، أرادت نادي الهلال تغييره، يكون هناك خيار A و B و C، قد يكون كولر على قائمة نادي الهلال.